كان اقول الشغل تو بينتينجز دول او تو بينتينج او فراجمنت اوف سمثينج حاجه لسه ممكن بدات او عباره عن سكتش مش حاجه كامله جزء ووريت الاوبجكت اللي قدامه اللي هو كانفاس لونه اصفر برضه بس ما حصلش فيه اي حاجه بيحصل ديكاي في البينتينج او ما هواش لسه بينتينج في الاوبجكت بيحصل ديكاي في القصه اللي جوه اللي في الصوره اللي قدام الكاميرا حاجه فيزيكال وحاجه فيجوال وصفات
لقيت حيوان أجنبي أو إن أنت لو عندك حيوان أجنبي يعني. الفنانة اسمها أمينة آدم، هي فنانة صينية. المفروض إن أنا بتكلم يعني بعض الشغل بتاعها هو شغل من الأرت وورك اللي بيتحط على النت، إن هو بيبقى وحش جدا وبيتباع بفلوس كتير. بس الفنانة دي بتتكلم عن نفسها، بتقول إن أنا فنانة اتولدت عشان أبدع، وإن التصوير اختارني، وإن أنا متأثرة بفنان دينوار، والكلام اللي هو القديم ده اللي إحنا بنسمعه عن شغل كتير قوي على النت. هو في النهاية بيبقى شغل ملوش قيمة قوي. والعمل الفني الوحش ده أو الشيء الوحش ده دي معجبين، والكلام ده هو مش كلام حقيقي عن الروح. الكلام ده انا جمعته من كذا كذا سايت لحد ما وصلت للحاجات دي. بس الفترة اللي احنا عايشينها الشهر ده كان في احداث محمد محمود ومجلس الشعب، فانا كنت بسجل اللي انا شفته في الفترة دي. كان اهم ميزة دخان مثيل الدموع، وانا يعني كان في حاجتين هما الاساسيين اللي انا اشتغلت عليهم: الميادين، التماثيل. والتماثيل هما دول اكتر حاجات خدت غاز، يعني شمت غاز. ف عملت مجموعة من معظم التماثيل، عندنا الرياض، الأسد، كوبري قصر النيل، عبد المنعم رياض، عمر مكرم، يعني كل الشخصيات اللي هي شهدت أحداث الغاز المثيل للدموع، ومعاهم برضه اليوفض بتاعت شارع الشيخ ريحان، شارع محمد محمود، ميدان عبد المنعم رياض، كل الحاجات اللي هي كانت هي اكتر شاهد للاحداث الغاز مثيل للدموع. وعملت التكرار في شغلي ده من جزء من روحي الموجود. حاولت اعمل ترابط بين شغلي القديم، في نفس الوقت قلت ان التكرار ده هو تكرار الغاز او الاحداث بتتكرر كذا مره. كنت الالوان شويه، كنت عندي حاله تفاؤل برضه رغم الكآبه بتاعت الموضوع والصعوبه، انما في لو الالوان شفوها هنا يعني بحاول بقول ان احنا مهما كنا بنشم غاز احنا لسه عندنا تفاؤل. فالالوان كانت فيها نوع من التفاؤل. بس اسم المعرض انا سميته جيمس تاون، ودي الولايه في امريكا هي اللي يعني هي اللي بتصنع الغاز المثيل للدموع وبتصدره لمصر. فأنا كنت عاوز أعمل إسقاط على فكرة الغاز.